يلا صفقة 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 صفقة. حان وقت زينبو. احس على قاعدتي وكل شيء احتاج باللورة. ايه على الشال. ايه صح باللورة. يقول لك ابراج زينب يلا بسالف عن تناقضات الابراج. تناقضات الابراج يعني شيء فيهم ما يحبونه انزين ولكن يعني انه عادي انهم يسوونه بس غيرهم ما يسويه. طيب حلو. مواليد برج الحمل. متسرع متهور وطائش. عادي عنده مثل العيد وبس. مره ثانيه انا عندي شيء. ابدا بالدلو. لا نبلش. ايش رايك من الحمل بالترتيب عشان ايش في بس التوبك شنو مره ثانيه بعد اذنك. تناقضات الابراج أي. يعني شيء موجود فينا أي. حلو علينا عندنا راضين أي. فيه بس ما نبي غيرنا. أيوة. اليوم قاعد اسولف نفس الموضوع هذا بسناب والله العظيم. قول لك اوكي. مواليد برج الحمل معروف عنه انه متسرع متهور وطائش. طبعا حلو طبعا. بس يكره المتسرعين لانه يشوفهم ناس غبيه. انزين نتكلم بصراحه. طبعا حلو. عندك مواليد برج الثور يحب الناس تستشيره بأي موضوع يخصهم سواء كان اجتماعي عاطفي بالشغل. بس عنده مشكلة إنه ما يحب إنه هو يروح يستشير أحد بأي موضوع يخصه. هذا هو تناقضات الأبراج. عندكم مواليد برج الجوزاء معروف إنه هو شخصية غير واضحة نوعا ما بس يكره الناس اللي تكون معاه غير واضحة لأنه يقول إن هذول ما يثقون فيني. فأنت لازم بعد تكون صريح مع الناس واضح علشان هم بعد يكونوا واضحين معك. مواليد برج السرطان يدرون انهم مزاجيين حبتين وعسل على قلبهم عندهم بس ما يحبون الناس الثانيه تعاملهم بناء على مزاجيتهم. فحلال عليهم وحرام عليهم. بالضبط. نعم. عندك مواليد برج الاسد عادي انه يتكلم بصوت عالي علشان يجذب انتباه الكل وما حد يروح يعني يشوف احد ثاني بداله ولا شو يروح حق شخص ثاني. صح. ولكن ما يحب الناس تتكلم بصوت عالي لانه يحس ان ازعاجه تفلسف. صح. ابو عبد الله ركز على برج الاسد. مواليد برج العذراء اي عادي تدق عليه ما يرد تروح للي عنده ما يطلع لك. عادي يتجاهلك بمختصر مفيد بس تعال انت تجاهله شي يصير. يجيب العيد مو من ورا قلبه. الله 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 يانش شقش جوجل ما تخيل اي شلون وانا ويجيب لك القديم كله ويقلب في الجديد وكل حاجه. اي والله. عندك مواليد برج الميزان احسن انسان يتخذ القرارات بقلبه بس لما تيجي تتكلمه يقول لك لا اخذ بعقلك القلب ما يوديك الا بداهيه ولازم توزن الامور. هو مسكين كله طق طوف. برج ايش هذا؟ برج ايش؟ ميزان. ميزان. عندك العقرب ما يقدر ينسى أغلاطه عادي ويكررهم بس إذا أنت نسيت يا ويلك أغلاطك ما تطوف عنده. وقف لك على الوحدة. أنت برجيش؟ أنا الحمل. أنا استفتحت فيني. أنا بلشت فيه. عندك مواليد برج القوس يكره إنه يتقيد إنزين لأنه عنده حريته شيء أساسي. صح. بس عادي يقيد الناس. اها اي اها ما يصير لازم تصير شوي يعني سنابينج اول اراوند ذا بليس. اوكي. مواليد برج الجدي يسوي اللي يبيه. الله رضيت ولا ما رضيت صح ولا غلط راح يسويه. بس انت يا ويلك تسوي شيء هو محبه او يدري انه هو غلط. قوي هذا مره راح يقلب عليك الجدي. طبعا انزين بس طبعا عادي هو يجبرك انك تسوي شيء انت ما تبي بس ما يصير ان انت تجبره. عندك مواليد برج الدلو. الله. متهور. لا دائما يصرف فلوسه. اكيد. اهم شيء انه يونس عمره بس خليه له واحد يقول له والله انا كان عندي بيستين وخلصتهم انت شلون تسوي كذي خلي فلوسك حق يومك الاسود ما فايده. ها يا علي ها عادي. صدناك يا علي صدناك بالشرح الوافي والكافي. والله بالضبط. مواليد برج الحوت حساس بس ما يحب يتعامل مع الناس الحساسه. هذا شلون نحلها الحين؟ الحساسين يشوفهم ناس يعني سذج. حبيت سذج. ما يحب يتعامل معهم ولكن هو حساس فانت لازم دائما تراعي مشاعره. صح. فهذه تناقضات الابراج. انت برج ايش؟ انا ثور. اوكي جبت انا اللي استشير يستشيروني بس ما انا متهور بس ما احب اشوف احد متهور لانه بالنسبه لي غبي. تعرف انا ايش قاعد اركز عليه؟ وهي قاعد تقرا الابراج ابغى اكتشف البرج حقها من صوتها فهمت؟ وقت ما وصلت برج الثور نزل الصوت شويه. لا والله سويت. خلوني عيل اقول لكم عن مواليد اليوم تاريخ 9 يناير كل اللي انولدوا اليوم نقول لهم كل عام وانتم بخير ونتمنى لكم العمر كله ان شاء الله يا رب وعساها تكون سنه وايد حلوه عليكم. مولود اليوم من جانب من شخصيته بان قانونه بالحياه اسحب على الكل وتجاهل كل شخص يحبطك وقرب من اللي يرفع معنوياتك
فقط. باللحظة المناسبة يقدر وبكل سهولة يكتفي بنفسه ويستغني عن الكل. يحب يتصرف تصرفات طفولية لما يكون قاعد مع شخص يحبه ومرتاح له. مهما زادت مشاكله وهمومه تلاقون مولود اليوم دائما مبتسم وشخصيته قوية قدام الكل. بحياته في مناطق مسكرة وما حد يملك هالمفتاح غيره هو. وإذا قدرت تعرفهم فأنت شخص مميز عنده جدا جدا جدا. مولود اليوم يعتبر حذر في تعامله مع الناس وجدي بكلامه. ما عندك إيري ميري، ما عندك جبن معتشف، لا 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 خلاص. بالنسبة له مستحيل يرجع حق صفحة قديمة انطوت في حياته، لأنه يحط نقطة النهاية بقناعة تامة. ولكن عزيزي مولود اليوم رسالة خاصة لك، يعني اترك أمسك اللي راح عنك وهمومه وعيش اليوم وباكر، خله حق باكر. ما يصير كل ما سألناك وينك تقول تلاقوني، اللي راح تلقاني تلقاني.